هذه الطبيعة الخلابة التي تجمع الصحراء والبحر وجها لوجه جعلت من مدينة الداخلة مزارا وقطبا سياحيا يجلب الآلاف من الزوار. ولكن لسوء الحظ تتعرض بعض النظم البيئية بالجهة للتهديد بسبب غياب وعي بيئي لدى السياح وبمشاركة بعض وكالات الأصفار. ومن بين هذه المناطق صبخة إمليلي المدرجة ضمن لائحة رامسار للمناطق الرطبة في العالم. يقوم فريق نادي الصحافة والإعلام بالبحث في الإنترنت على الرحلات المنظمة إلى مدينة الداخلة. وجدنا مجموعة من وكالات الأصفار تضع صبخة إمليلي ضمن برنامجها السياحي، لكن الخطير في الأمر هو أن هذه الوكالات تشجع السياح على بعض الممارسات اللا بيئية كوضع الأرجل في الجيوب المائية بحجة تنقيتها من الجلد الميت. يوم غد رحلة طويلة إلى عمق الصحراء حيث لا كهرباء ولا شبكة اتصال، لهذا تتطلب الرحلة استعدادات خاصة. هنا السلسلة الجبلية جبال أقرقر، هنا الصحراء والأفق. خلف هذه الجبال وعبر هذه الدروب الصعبة والمسالك الوعرة توجد صبخة إمليلي. إمليلي مجال صحراوي يزخر بتنوع بيولوجي مهم، حيث تضم الصبخة العشرات من الجيوب المائية المالحة بها أعداد هائلة من الأسماك من نوع تيلابيا غينيا النادرة. كما تعتبر الصبخة موطنا لمجموعة من الطيور والثدييات والزواحف والقشريات. ونحن في صبخة إمليلي التقينا مع أحد السائقين المهنيين في قطاع السياحة. دابا راه مشكل ماشي كنعنيو غير لي زاجونس دو فواياج ولا المرشدين السياحيين ولا لي ترونسبورتور الشوافر، راه دابا المشكل حتى لي زونت حتى القنوات التلفزيون. تصور عباد الله البرنامج اللي كان مؤخرا، راه شتو كتشوف دوزات برنامج وفيه كيديروا الناس رجليهم وكيرميو الناس الخبز، وللاسف وحنا شفنا هادشي وكل شيء، ولكن هذا راجع للجهات المسؤوله. يعني الجهات المسؤوله هي اللي خصها دير دي بانو. يعني صبخة إمليلي مجال صحراوي يتعين المحافظه عليه من الممارسات السلبيه للزوار والسياح. نغادر صبخة إمليلي وكلنا امل في سياحه مستدامه تحافظ على النظم البيئيه.